السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني، بس بغيت اخبركم عن هالدواء يا اخي، فادتني وايد 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 وايد. الصفقة الثانية على هالعملة ميمي، اليوم الصبح طلعت 226 دولار. حاليا هالصفقة الثانية مثل ما تشوفون يعني بعدها شغالة، انا اعتبرها ربع صفقة، مطلع تقريبا قيمة الدورة وزيادة يعني خلال ساعات. يعني يا اخي والله العظيم هالانسان الاستاذ وسام او البروفيسور وسام اعطانا علم يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني فادنا وفاد غيرنا. اخواني اخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد للبيتكوين كما تعودنا يوميا. لكن قبل البدء دعوكم للاشتراك في قناة التليجرام المجانية، هذا هو رابطها، تضغطون عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة. لا تكتبوا لها الاسم ولا الصورة، نص من كثر ينتحلون شخصيتي. اضغطوا على الرابط من صندوق الوصف، بعد الضغط على هذا الرابط تصبح عضو في هذه القناة المجانية التي نشارك معك فيها البحث، مشاركين في دوراتنا التدريبية، وبس نشارك معكم أرباح هذا اليوم. لاحظوا هذا الأخ يحقق 64% 65% تقريبا، يقول هذه قوة تحليل موجب برايس أكشن. ألف شكر لك أستاذ مبروك أخي الكريم. لاحظوا هنا كذلك الأخ حسن يحقق 226 دولار في صفقة واحدة، سعر العرض هو أكثر في صفقة واحدة. كذلك هنا يحقق في عملة ميم 340 دولار، يعني في صفقتين يحقق 566 دولار. كذلك هنا وصل إلى 700 دولار. لاحظوا هنا بداية هذا الأخ يحقق 300% في عملة سولانا، ويقول بداية انطلاق الصاروخ. إذا كبتوا لاحظوا نحن دائما نشارك معكم أرباح، مشاركين في دوراتنا التدريبية، يعني نحن عائلة نتعلم. لاحظوا 1900 دولار في ربح يوم واحد، نحن عائلة نتعلم، نشارك العلم مع بعضنا البعض، لا نشارك لا توصيات ولا نصائح مالية، نتعلم، نجلس نتعلم. وهذا هو العرض الذي جعل هذه الإخوة يحققون هذه الأرباح، خصوصا قناة التحليل اليومي. هذا العرض في جزئين، جزء نظري جزء تطبيقي. الجزء النظري هو الفيديوهات المسجلة للدورتين تحليل موجب برايس أكشن، وجزء تطبيقي هو قناة التحليل اليومي. إذن في كل ما تحتاج لاحتراف التداول، الجزء التطبيقي هو قناة التحليل اليومي يعطيك 70%، إذن هو أهم من الجزء النظري. كل هذا العرض فقط ب 197 دولار. إدارة الاشتراك، رابط الاشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو والرابط، وفي صندوق الوصف كذلك لهذا الفيديو والرابط، تضغط عليه وتتواصل معي مباشرة على الخاص الذي يجاوبك، وتبدأ رحلتك نحو 5% الرابحين وتبتعد عن 95% من الخاسرين. لا تنسوا كذلك الذهاب إلى الموقع bprowavetrader.com، في هذا الموقع هناك كتب يمكنكم تحملها مجانا مثل الدراسة الأساسية للشمعة اليابانية، فقط تضغط على ابدأ الآن وجند عملك الخاص وتسلك الكتب لعملك الخاص. تحذير، التداول من خطيرة، يمكن أن تخسرك أموالك. لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة وهذا مغزى تعليمي وتثقيفي 100%، لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية ولا توصيات. إذا ضغطت على زر الشراء والبيع فأنت المسؤول، مسؤولية تم عن قراراتك. قناة العملة في الكاديب لا تتحمل أي مسؤولية. كل ما نطلب منك أن تراقب، تقارن، تشاهد، وإذا عجبتك الطريقة يمكنك الانضمام إلى عروضنا وإلى دوراتنا. طيب البيتكوين، ماذا لدينا في البيتكوين اليوم؟ إذن البيتكوين، ماذا لدينا في البيتكوين اليوم؟ بدأت ألاحظ بعد التعب في بعد التعب في المشترين، نداء المشترين، المشترين بدأوا يعني شوي يتعبون. لاحظوا معي هنا في هذه المنطقة، يعني لم يستطع السعر منذ مدة أن يتجاوز هذه القمة، هذه القمة لم يستطع السعر أن يتجاوزها. كلما صعد المشترون جاء بايعون ونزلوا السعر، كلما صعد المشترون جاء بايعون ونزلوا السعر. ولاحظوا هنا يعني لم يعد هناك قوة للبيتكوين في الصعود، فهل سنشاهد هبوطا على الأقل لكسر هذا القاع ثم هذا القاع؟ ربما. طيب لنرى هل التحليل الموجي والبرايس أكشن يدعمان ذلك. لاحظوا معي التحليل الموجي والبرايس أكشن ماذا يقول. لاحظوا، لا تنسوا أنني أنا لازلت موجود في الصعود، ونحقق تقريبا كم من نقطة لحد الساعة، أحقق تقريبا 855 نقطة. أوكي طيب، الآن ماذا لدينا؟ فقط أريد أن يعني تقريبا نعم. الآن كما قلت التحليل الموجي يقول أنه بعد هذه الموجة الدافعة يحتاج إلى تصحيح، وهذا التصحيح يجب أن يكون مكتمل. لحد الساعة التصحيح غير مكتمل،
لماذا؟ لأن هناك هذه الموجة لا زال لم يتم تقفيلها، فهل هذه الموجة هي التي ستقفل وينزل السعر ثم يصعد؟ كذلك هناك احتمال آخر، لأن بنية هذه الموجة ليست قوية، هي شوي تصحيحية، فبالتالي هل يمكن أن ينزل البيتكوين يكسر القاع ثم يصعد يعطيني هذا التقفيل ثم بعد ذلك ينزل لمرة أخيرة قبل الصعود؟ والله ممكن كذلك، لأن هذه الموجة شوي ليست بتلك الموجة القوية. لاحظوا الفرق بين هذه الموجة وهذه الموجة، لاحظوا لاحظوا إخواني أخواتي، لاحظوا هذه الموجة ولاحظوا هذه الموجة، هناك فرق. فبالتالي قد تكون هذه موجة تصحيحية، ينزل السعر ثم يعود ثم يرجع لمرة أخيرة قبل الصعود حتى يكتمل هذا التصحيح. جميل جدا. في جميع أحوال البيتكوين بالنسبة لي أنا سأبحث عن البيع، أنا الآن في الشراء ومحقق ربح وسأبحث عن البيع. طيب بري، أنا الآن وقف خسارتي موجود في الشراء، موجود في هذه المنطقة، وضعته في هذه المنطقة، هنا سأضع وقف خسارتي الآن، هنا موجود وقف خسارتي للصفقة الأولى، إذا لن أخرج بخسارة نهائيا بل بربح. طيب جميل جدا. لماذا؟ لأنني أرى تعبا للمشترين في هذه المنطقة. لاحظوا جرى السعر ثم ارتد بنسبة كم؟ يعني 60%، ثم حاول مرة أخرى بالكاد كسر الرقم القياسي ثم ارتد بنسبة 50%. أقوم بالمسح فقط لكي نقارن الحركات أو التحركات. جرى ثم ارتاح بنسبة 50%، ثم جرى مرة أخرى بالكاد أو حتى لم يستطع كسر وارتد بنسبة 50% من آخر الموجة، ثم هو الآن يحاول الجري وهو الآن مرتد بأكثر من 100%. أوكي، لاحظوا معي، قارنا هذه الحركات، عفوا، لاحظوا إذا قارنا هذه الحركات أخوتي الكرام، لاحظوا النقص في الزخام الموجود حاليا، لاحظوا تعب المشترين، لاحظوا، إذا هناك نقص في الزخم أخوتي الكرام، هناك نقص في الزخم، مما يعني أن هناك احتمال أن يكون هناك نزول قوي للبيتكوين. طيب محترفين يفهمون كلامي ويعرفون ماذا أقصد. طيب المبتدئين، بالنسبة للمبتدئين إذا أردت البحث عن بيع البيتكوين أحتاج أن ينزل البيتكوين الآن، إذا نزل أحتاج أن يتجاوز سعر الـ 34، ويفضل أن يصل إلى هذه المنطقة حتى مستوى الـ 33 دولار. إذا أريد أن يكون هناك زيادة في الزخم، طيب زيادة في الزخم بين هذه الموجة وهذه الموجة، أريد أن أرى حركة قوية تزداد في الزخم، ثم تبدأ بالتصحيح سواء هنا أو هنا أو هنا، تصحيح مساوي لهذا التصحيح إذا نزل السعر الآن أو أكبر منه، وحينها سأبحث عن النزول من الموجة السي إلى أين؟ إلى مستوى الـ 15,000 دولار. هذا هو هدفي، 15,000 دولار هو هدفي. لماذا؟ نحن قلنا أن هذه الموجة الصاعدة هي موجة تصحيحية، الموجة الدافعة هي هاته، الموجة الصاعدة هي موجة تصحيحية، موجة دافعة تصحيح، سنبحث عن موجة دافعة أخرى لكسر القاع، ثم بعد ذلك سأبحث عن هذه الموجة ربما قد تصعد وتعود أو قد تصعد مباشرة إذا كان هذا هو تقفيل هذه الموجة. ستقول لي يا أخي أنا أتحداك أن البيتكوين ينزل إلى 15,000 دولار. طيب ما هناك مئات تحدوني في هذه المنطقة، وقلنا عندما قلنا لا تشتروا ليس هناك صعود للبيتكوين، ماذا وقع؟ هناك نزول مثل هذا، نزل البيتكوين، أين هم الآن؟ اختفوا أولئك الذين كانوا يتحدون في هذه المنطقة، رجعوا لفيديوهاتنا. أنا الآن كذلك هنا لا أقول لك أن البيتكوين متأكد أنه نازل إلى 15,000، والدليل أني مش يعني أنا في الصعود، ولكن كل الإشارات بالنسبة لي أنا أقرأ ما أراه في الشارت، لا أقرأ الخزعبلات، لا أقرأ تويتات، لا أقرأ أي آراء أخرى، أنا أقرأ ما يوجد في الشارت. لدينا طريقة قوية جدا لقراءة الشارت بطريقة منطقية هي التي نستعمل، وأنا يعني جد فخور بما نقدمه. كل الإشارات تقول لي أن البيتكوين إذا حصلت على فرصة للنزول سأبحث عن هذا الهدف، هل سيصل؟ ممكن ينزل، لاحظوا معي هناك عدة سيناريوهات، ما يجب أن تفهموا السيناريوهات، وممكن ينزل الآن، لاحظوا ممكن ينزل يكسر هذا القاع ويكتمل هذا التصحيح كله ريجولار فلات،
ويصعد لمرة أخيرة. وستقول كنت قلت أن البيتكوين نازل إلى 15,000 دولار وهو لم ينزل الآن. يا أخي الكريم، أنا لم أقول لك أن البيتكوين نزل الآن، أنا قلت لك أحتاج إلى إشارات. إذا أردت البحث عن نزول البيتكوين أحتاج إلى زيادة في الزخم ثم تصحيح لألغي هذا الإشكال، لأنه كما قلت ممكن ينزل يكسر هذا القاع، يبدأ يعطيك إشارات هنا للصعود لكسر القمة لمرة أخيرة، أنت تبدأ تفرح وتقول وسام كان غلطان ولن ينزل، ثم فجأة بوم ويترسع. ستجدني موجود في هذه المنطقة بيا، وأنت ستبدأ فاتح فمك وعينيك وتقول واو ما الذي حصل؟ هذا وقع لك، البيتكوين كان صاعد لماذا نزل؟ لاحظون، بالتالي من فضلكم نحن يعني نتداول بطريقة علمية خطيرة جدا، فما تحاول تتحداني، تحدى السوق. أنا لا أتحدى أحد، تحدوا السوق، تحدوا فقط السوق، وكونوا ليس فقط تتحدوه، لا لا لا، افهموه افهموه وتعاملوا معه بالطريقة الصحيحة، إذا تحديته سيغلبك. أوكي، طيب كما قلت الآن البيتكوين أنا أرى تعبا، إذا نزل البيتكوين قد ينزل ثم يصحح ويبدأ بالنزول ويطير. أوكي، لا مشكلة في ذلك. أنا كما قلت حطيت خسارتي هنا الآن، سأخرج بهذا الربح. إذا بدأ يصعد جميل جدا، أنا لازلت موجود. كما قلت للبحث عن النزول الآن أحتاج إلى زيادة في الزخم ثم تصحيح. لماذا؟ لألغي هذا الريجولر، أحتاج أن أصحح هنا حتى أبحث عن النزول، لألغي هذا النموذج الذي قد يصعد. تمام، عندما أحصل على فرصة سأبحث عن النزول، سأخذها من السي بعد كسر القاع بريك ايفن. هدفي 15,000 دولار، هدفي مستوى 15,000 دولار و384، هذا هو هدفي. وبعد ذلك سنبحث عن الصعود، بعد ذلك سأبحث عن هذا الصعود وهنا، أو ربما حتى صعود لكسر القمة، لأنه حتى هذه الموجة يعني حتى لو كانت شوية تصحيحية، يعني بالنسبة للتصحيحات لم ترتد بنسبة 80-90%، هذا هو التصحيح الوحيد الموجود في هذه الموجة، لأنه هذه الموجة هي على شكل دبليو اكس واي، لاحظوا هذا هو التصحيح، يعني لم يرتد بنسبة 80-90% لهذه الموجة، فبالتالي يمكن اعتبارها يعني بين البينين، يعني ليست موجة تصحيحية وليست قوية. فبالتالي إذا نزل يمكن البحث عن الاستثمار على المدى الطويل لكسر القمة وربما حتى إلى 100,000 دولار، وهكذا ممكن يصل البيتكوين هذا الأمر، لكن نحتاج إلى تقفيلة هذا التصحيح، نحتاج هذا التصحيح أن يكتمل، غير مكتمل بحركة قوية، هذه الحركة القوية غير مكتمل، نحتاج إلى حركة أخرى ثم بعد ذلك نبحث عن الصعود. أوكي، كان هذا هو تحليل اليوم البيتكوين، أتمنى أنكم تستفيدون من هذه الفيديوهات، إن كنتم كذلك فجروا لايك، ضعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو، لا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم وأن العلم يعرف الكذب، لا تنسوا كذلك استغلال هذا العرض، أفضل عرض يمكنك استغلاله إذا أردت احتراف تداول، رابط الاشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو والرابط، وفي صندوق الوصف كذلك لهذا الفيديو والرابط، اضغط عليه تتواصل معي مباشرة على الخاص الذي يجاوبك، وتبدأ رحلتك نحو 5% رابحين، وتبتعد عن 95% الخاسرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.